as well. المكان تورونتو، كندا. الزمان ليلة باردة من ليالي فبراير. الحدث لم يحدث شيء بعد. لماذا تسألون؟ منزل ريفي جميل على بعد أمتار من البحيرة المتجمدة الآن. تعود كارولين من الخارج حاملة مشترياتها من المدينة التي تبعد أميالاً عديدة. لم يكن الوقت ملائماً للتسوق، لكنها تذكرت أن زوجها آت غداً وبصحبته المدير. إن المديرين في العالم الغربي يتغدون عند موظفيهم ويعتبرون هذا نوعاً من تحسين علاقات العمل. تضع سيارتها في المرآب ثم تحمل كيساً عملاقاً يحوي كل ما يخطر ولا يخطر على بالك من أطعمة لا بد منها لإعداد وجبة الغداء. تطوح بحذائيها عند المدخل ثم تركل الباب بطرف كعبها وتتقدم إلى داخل الشقة الواسعة. الإضاءة خافتة لكنها تتبين المطبخ. تضع ما تحمله في كثير من عناء هناك، تضيء النور الكهربي، تفتح الثلاجة، ترص ما معها من معلبات ومغلفات في أماكنها الملائمة. البرد شديد حقا. ياه البرد ده، وهي الدفاية كمان هتاخد وقت لحد ما تدفي البيت تاني. تخرج إلى غرفة المعيشة وتضغط على زر جهاز الريموت كنترول الخاص بالمدفأة. الدفء يزحف ببطء في المنزل الخاوي. مش لو كنت خلفت كان زمان البيت ده في شوية روح، بدل ما أنا قاعدة لوحدي كده كل ما جورجي يسافر. لماذا لم ترزق بأطفال؟ سؤال هو نوع من الوقاحة من جانبنا ومن جانبها. إن العيوب الخلقية في الرحم تحدث كثيراً. كانت كارولين معلمة، لها وجه مريح وإن يكن بعيداً عن سحر الأنوثة، وجه أم طيبة أو صديقة لطيفة، وعويناتها السميكة تجعلها كرجل عجوز لطيف المعشر. كانت الأمومة تناسبها كأنما خلقت لها، لكنها لم تستطع أن تصير ما يفترض أن تكونه، وهي ذي حياتها ولت كشمعة تذوب دون أن يشعل أحدهم شمعة أخرى منها. لكنها على كل حال لم تكن في مزاج رائق للاسترسال في خواطر الرثائل النفس هذه. عليها أن تبدأ الإعداد لمأدبة غد. يجب تتبيل اللحم وتقطيع الخضر وإعداد الأطباق، الطاقم الذي لا تستعمله إلا مرة كل عامين. ارتدت بيجامة صوفية واتجهت إلى المطبخ، ولم تنسى أن تفتح جهاز التلفزيون الموجود هناك على سبيل سماع صوت آدمي معها في المنزل الواسع. عثرت شرطة تورنتو صباح اليوم على جثة ضحية جديدة، وقد أشار رئيس الشرطة إلى أنهم وجدوا الجثة في المنتزه العمومي وقد غطتها الثلوج، وأشار في تقرير مفصل. يا ساتر، إيه الرعب ده؟ وإيه اللي يخلي راجل في سنه يخرج برا لوحده في البرد ده؟ لا لا لا، أنا ما بقتش أتحمل الأخبار دي خالص. مش يمكن يكون انتحر؟ لكنه لم ينتحر بالتأكيد. نظرت إلى الشاشة نظرة عابرة لترى صورة باسمة للضحية، رجل في منتصف العمر، كاد رأسه يخلو من الشعر، يرتدي معطفا وربطة عنق وينظر للكاميرا في مرح كأنما يقول: ايه ده؟ انتوا بتصوروا؟ مش كنت تقولوا يا جماعة انا لو اعرف اللي هطلع في الاخبار عشان اتقتلت قلت لبست الجرافطة الرصاصي. حقا لم يكن يعرف. كلنا لا نعرف اي صورة لنا ستوضع في نعينا. قطعة اللحم لم يذب تماما ثلجها في هذا البرد. كان عليها
أن تخرجها من الثلاجة عصر اليوم، لكن لا بد من جهد أكثر. أصابعها تتجمد لكنها تواصل المحاولة. وقد أكد السيد محافظ مدينة تورنتو على ضرورة اتخاذ إجراءات الحظر الشديد في التعامل مع الغرباء. جاء هذا بعد أن تكررت هجمات القاتل المتسلسل والتي أسفرت عن 10 جرائم قتل شنيعة، 3 نساء و7 رجال. ضحية واحدة نجت من الجرائم وهي التي قد أعطت أوصافا دقيقة. يأمل جهاز الشرطة في أن تساعد في القبض على القاتل. وعلى الشاشة رأت كارولين ذات الوجه الذي رأته 20 مرة من قبل. على الشاشة وفي الصحف عوينات، شعر قصير، جبهة ضيقة، ضحكة تتظاهر بالمرح لكنها أقرب إلى تكشير الأنياب، والصورة كلها مرسومة بأسلوب رسام البوليس المتردد الخشن المليء بالتصحيح وبالأبيض والأسود طبعا. وكالعادة قالت لنفسها: غريبة قوي، مش باين عليه انه سفاح خالص، شكله راجل محترم، بس عادي، كل السفاحين بيبقى شكلهم ناس شبهنا، مش لازم يعني يبقى وحش وليه أنياب. هي وحيدة والمنزل صامت كالقبر، والليل مظلم كقاع المحيط، والفكر نشط كمحرك طائرة. ماذا إذن؟ وهكذا يمكننا فهم أسبابها. أمسكت السكين في يدها اليمنى الباردة وخرجت في تؤدة من المطبخ. إن بيوت هؤلاء القوم تختلف عن بيوتنا نحن المصريين، فالبيت مليء بالثغرات سهلة الاقتحام، وهناك فتحة تناسب كل غرض ممكن، باب خلفي، باب مطبخ، باب أمامي، فتحة دخول البريد والجريدة، باب صغير لدخول وخروج الكلب. فإذا فرغنا من هذا تبقى حقيقة أنهم يحبون الزجاج أكثر من اللازم. جدران كاملة يتم تحويلها إلى نوافذ لا يغطيها سوى ستار. هنا للدقة أعلن أن بيت كارولين كان مؤمنا بشكل جيد، ولم يكن من طراز المنازل الغربالية هذه. كانت تعرف أن كل شيء موصد بإحكام، لكن تبقى مشكلة الباب الرئيسي للمنزل. ترى هل هو موصد؟ إيه ده؟ هو إيه اللي فتح باب البيت كده؟ ولا أنا اللي نسيت أقفله ولا إيه؟ أنا فاكرة إني زقيته برجلي وأنا داخلة، معقولة ما تقفلش كويس؟ يا ربي، وأنا هعرف إزاي دلوقتي؟ طب أكيد 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 أنا اللي نسيت أقفله. وريني بقى هتفتح تاني إزاي؟ وهنا نجد أنها ارتكبت أول أخطائها الفادحة. كان عليها ببساطة أن تخرج من الباب إلى العراء وتولول، تركض حتى منزل أقرب جار، لكن كيف كان لها أن تعلم؟ الآن ترتكب الخطأ الثاني، تعود إلى المطبخ وتضع السكين في حوض الغسيل. لقد وجدت أن عليها الانتظار قليلا حتى يذوب الثلج كله. الخطأ الثالث كان متوقعا. ألو؟ أيوة حبيبتي، عاملة إيه؟ جورج، أنت فين؟ هتيجي إمتى؟ بكرة حبيبتي، زي ما قلتلك، مش هتأخر، مالك؟ صوتك مش عاجبني. ما تقلقش يا حبيبي، أنا كويسة ومستنياك تيجي بكرة بالسلامة، خلي بالك من نفسك. وإنتي كمان، مع السلامة. كان هذا هو الخطأ الثالث. لماذا قالت له إنها بخير؟ هكذا ترون؟ أن خطوط المأساة الإغريقية كانت مكتملة، وما كان هناك سبيل للتراجع أو التظاهر بعدم الفهم. لقد اختارت كارولين النهاية بنفسها، وكان وضع سماعة الهاتف هو آخر دقة في دقات طبول الإعدام الخاصة بها، والآن يرفع الرماة بنادقهم ينتظرون الإشارة كي. وغادرت كارولين المطبخ وقد عزمت على أن تظفر بحمام دافئ قبل أن تنام. خرجت إلى غرفة المعيشة حين لاحظت شيئاً
غريبا. لقد أغلق أحدهم جهاز التدفئة والطقس بارد حقا. هي لم تفعل، فمن فعل؟ لا بقى، أنا المرة دي متأكدة أني فتحت الدفاية. ثم شمت رائحة التبغ وفهمت أن هناك من كان يدخن في هذه الغرفة منذ دقائق، وأعجزها الذعر عن فهم معنى هذا. إيه ريحة السجاير دي؟ هي جت منين؟ باب واحد نسيته صاحبته مفتوحاً لمدة نصف ساعة، وكان هذا كافياً كي يجده السفاح ويدخل. باب واحد. مين؟ مين؟ من هنا؟ ومن ركن الغرفة المظلم أتى الصوت. اهدي شوية مدام، مش كده؟ تئز خلية النحل البشرية في سفاري حتى تصم الآذان وتسبب الصداع للجميع، لكنها تترك في نهاية اليوم حصيلة لا بأس بها من العسل. تهدر التروس في الاستقبال العام، وتروس قسم الجراحة فالعظام فالعيون فالأطفال فالأشعة، بينما الترس الأعظم بارتلي لا يكف عن التوتر والقلق. لقد أحببت سفاري لأنني شعرت بحاجتهم إلي هنا، المكان الذي يمكن أن أكون مفيدا فيه. لم أنس وطني وما زال حبه في عروقي، لكني تمنيت لو شعرت مرة واحدة بأنه يحبني بالقدر ذاته. لقد فررت، وفررت إلى أين؟ إلى جحيم الأدغال الاستوائية فقط، لأشعر بأنني ذو نفع، وأن غيابي يعطل العمل، وأن إهمالي يجلب المصائب، وأن نجاحي يعني النجاح. في عيادة الأطفال مع برناديت كنت مسروراً راضياً عن الحياة كأي هريرة فرغت من لعق فرائها ونامت في الشمس. وكانت برناديت مرحة منطلقة لا تكف عن الثرثرة وإلقاء الدعابات، ولأنني مصري كنت أعرف وأوقن أن هذا السرور نهايته كارثة لا شك فيها. المصريون شديد الحساسية تجاه الضحك الزائد، لهذا يرددون كلما ضحكوا عبارتهم الخالدة: اللهم اجعله خير. وبرغم هذا التطير لا يكفون عن الضحك. كانت برناديت عاكفة على فحص طفل انتفخ وجهه وجفناه حتى صار أقرب إلى البطيخة الناضجة، وكان يبول دماً، مما يجعل تشخيص الحالة في متناول أي طالب طب. التهاب في الكليتين، غالباً ما ينجم عن التهاب الحلق بالبكتيريا السبحية. سألتني وهي تدون بعض الملاحظات في بطاقة المتابعة: عندك أي أسئلة؟ أيوة بصراحة، هو الشيء ده في أمل أنه يرجع طفل تاني؟ أنا شفت حالات أصعب من كده بكتير، كل شيء جايز. وابتسمت وهي تدون العلاج في البطاقة: مدرجة؟ ياريت تفهم الأم إننا محتاجين عينة بول من الولد. فعلها اللعين في أنبوب اختبار صغير، فتناولته برناديت وتأملته في الضوء. اللون الأسود الدخاني المميز للدم المحطم. أشعلت موقد بنزن، ثم أضافت قطرات من حمض الهيدروكلوريك إلى البول وبدأت في التسخين. كانت قد اتخذت لنفسها معملا صغيرا في الغرفة. سألتها وأنا أرمق البولة يبدأ في الغليان: أنا مش فاهم إيه فايدة اللي بتعمليه ده كله؟ ليه ما تبعتيش العينة للمعمل بدل الصداع وريحة البول المغلي دي؟ مش مستاهلة، أنا بس عايزة أعرف إذا كان البول فيه زلال ولا لأ. اختبار سهل، بدل ما نضيع وقت في إننا نبعت عينات للمعمل. هززت رأسي في سأم وتأملت حامل الأنابيب أمامها. كان أنبوب البول بما يحويه من سائل دخاني مسود في موضعه بين الأنابيب. إذن ما الذي تقوم هي بغليه الآن؟ إن الأنبوب يحوي سائلاً رائقاً مصفراً. لقد أخطأت الأنبوب بينما هي منهمكة في الكلام معي، وحتى هومر يحني رأسه. قلت لها باسماً:
لحظة يا برنادت، الأنبوبة اللي معاكي دي مش هي اللي... في الربع ثانية التالي لكلامي انفجر الأنبوب في وجوهنا. لا شيء، ما زلنا أحياء وأطرافنا سليمة، فقط كانت قطرات من السائل الحارق على وجهي. ونظرت إلى معطفي الأبيض فوجدت ثقوبا عديدة. اللعنة، لقد قامت بتسخين حمض الهيدروكلوريك حتى انفجر. هرعت إلى حوض الماء فغسلت وجهي وعيني، ثم نظرت إلى الوراء لأرى الكارثة الجديدة. كان بودرجا وأم الطفل والطفل يتصايحون، وراحوا يبصقون ويحاولون مسح الحمض عن وجوههم. بودرجا، بطل تتنطط واغسل وشك ووشهم بالماء بسرعة. ثم نظرت إلى برناديت، كانت منحنية على الأرض في وضع شبيه بالسجود، وهي تداري وجهها وتنهنه دون انقطاع. ورأيت على ظهر يدها قطعا صغيرة من الزجاج المهشم مغروسة في اللحم. جلست جوارها على الأرض وربطت على ظهرها محاولا جعلها تقول شيئا. هل أمي؟ تكلمي أيتها الحمقاء؟ فلتؤجلي هستيريا النساء هذه إلى ما بعد أن ألقي نظرة على عينيك لأتأكد أنهما هناك. برنادت، فلم ترد. ردي علي برنادت. هنا استجابت لصراخي لكنها لم ترفع كفيها عن وجهها، وراحت تهتز بالبكاء مرددة: عيني عيني، خلينا نشوف. طيب. لكنها ظلت مصرة على الانكماش، لهذا فقدت أعصابي وانتزعت يديها قصرا. كان وجهها مليئا بالجروح الصغيرة والحروق التي لم تتشوه بعد، لكن عينيها كانت مغلقتين بإحكام. نهضت واتجهت إلى زجاجة بيكربونات الصوديوم الموجودة على النضد، فتأكدت من قراءة الاسم بعناية، ثم أذبت بعضها في الماء في مخبار كبير وجدته هناك، وعدت لها لأغسل وجهها وجفنيها بعناية. محلول بيكربونات الصوديوم هو العلاج الأمثل الأول للحروق الحمضية، وحتى نعرف ما ننوي عمله بعد ذلك. ونظرت إلى بودرجة الذي فرغ من غسيل وجهه 10 مرات وقلت: بودرجة، اطلب لنا بسرعة حد من قسم العيون حالا، الوضع ما يطمنش. قليلة هي المرات التي دخلت فيها قسم العيون هنا. صحيح أنه يضم عددا لا بأس به من الأطباء الأكفاء، لكني كنت في كل مرة ألقى إبراهام ليفي طبيب العيون الإسرائيلي، وعلاقتي به كما تعلمون هي علاقة الثعبان بحيوان المانجوست، أو علاقة الكلب والقط. وإذ جلست برناديت الدامعة فاتحة عينيها الحمراوين بينما ليفي يتفحص الأمور بمنظاره، جاء لنا جراح أمريكي شاب ليلقي نظرة على جروح وجهها، ويبدو أن بارتلي أرسله بعدما عرف بالحادث. سألت في هلع: هي الجروح دي هتسيب أثر؟ لا لا أبدا، دي شوية خدوش، مش هتحتاج حاجة غير شوية تطهير مش أكتر. أما أنت بقى اللي هتحتاج تيجي معايا، عشان الحروق اللي في وشك دي لازم علاج فورا. تحسست جبهتي، هذا غريب فعلا، أنا مش حاسس بأي حاجة، والحروق دي يعني مش هي اللي هتقضي على مستقبلي السينمائي. فعلا مش مهم دلوقت، أنا يا سيدي عايز الجرح يعلم. ركز مع برناديت لو سمحت. طيب أنت حر. كنت مشغولا بالاطمئنان على برناديت التي راح ليفي يفحص عينيها بالمصباح الشقي، لم يبدو مسرورا جدا بدوره، وسرعان ما استدار طالبا رأي أحد الأساتذة ذوي الخبرة. وراق لي هذا لأنني لم أكن على استعداد لأن أسأل الأول أي سؤال. راح الأستاذ الأسباني يتفحص عين الفتاة الكندية التي لم تعد حسناء جدا، ثم في قلق غمغم: الجرح سيء فعلا، القرنية اتضررت جدا للأسف. انت قصدك انها مش هتشوف تاني؟ احنا مش متعودين نقفز للاستنتاجات بالشكل ده، وبالأخص لما يكون المريض قاعد وسامع وقلقان، ولا ايه؟ ما تقلقيش يا بنتي، كله هيبقى تمام. وبالنسبة للحروق دي مش هتسيب أثر، وحتى لو سابت انت عارفة ان في مهنتنا دي كل حاجة ممكن تتصلح. دكتور ليفي، تابع معها قطرة العين بانتظام وكورتيزون كمان، وبعدين غطي عينيها. لا ليفي ايه، لو سمحت يا دكتور، انا عايزك انت اللي تتابع حالتها. في
في ارتباك النظر لي ولليفي عاجزا عن الكلام، ثم قال بعدما فهم: أنا مش شايف حاجة تمنع أن، وكمان دكتور ليفي كفاءة والموضوع مش... أرجوك يا دكتور. تراجع ليفي للوراء مفسحا الطريق لأستاذه ورمقني بعين نارية، وفي تظاهر بالروح الرياضية قال: عادي يا دكتور، مفيش مشكلة، بس دكتور عبد العظيم بيكرهني بشكل شخصي، كأني أنا اللي قتلت أبوه في حرب 67. وجلس الطبيب الأسباني يضمد عيني الطبيبة التي لم تعد حسناء للغاية. خلاص كده يا دكتور علاء، ياريت توصلها أوضتها، وأوعدك أني هرجع كمان يومين وتابع حالتها بنفسي. متصلبة متعثرة الخطوات كما يحدث في السينما، انقادت برنادت لذراعي ونحن نتجه للباب. خيل لي أنني سأشحذ بها مرددا: سعيد العجز يا ولاد الحلال. خاطر مضحك لكنه غير مناسب طبعا. برنادت يا صغيرتي، هل سترين من جديد؟ أما عن جيمس ماكميلان فقد انتظر نهاية الخط. الحق أنه كان راغبا في النزول قبل ذلك بثلاث محطات، لكن الألم الذي بدأ يتحرك في صدره خلف عظمة القص جعله لا ينهض. لم يكن مكملاً ممن يتوقعون أن تتخلى أجسادهم عنهم، ولم يعتد الألم قط ويعتبره ضرباً من الإهانة أو الاستسلام. لهذا حين شعر بالألم يعتصر فؤاده كقبضة عملاق خرافي، كان رد فعله الوحيد هو أن تجاهله أو حاول. ثبت قدميه في الأرض وضغط على أسنانه واحتشدت قطرات العرق على جبينه. سينتهي كل هذا، سينتهي، لا تحدث ضوضاء، كذا راح يردد لنفسه وهو يحاول أن يبدو طبيعيا. بالطبع كان في الوضع الذي يسميه الأطباء بوضع انعدام الحيلة المميز للنوبات القلبية، وامتلأت راحته بالعرق. لكن شيئا ما في أعماقه قال له إن الأمر سينتهي سريعا، سينتهي، هو موشك على الانتهاء. أخيرا هدأ الألم، حمل آخر جنود الألم عصاه ورحل، تاركا سهولا شاسعة يملأها الإعياء والإرهاق. لهذا نام بضع دقائق، نامها في وضع الجلوس، وحلم في أثنائها بأن حياته كلها خط حافلة يدنو من نهايته، وقد حان وقت النزول الآن. يا أستاذ. ها؟ أنا فين؟ اصحى يا أستاذ. هو أنا نهاية الخط يا أستاذ. خلاص. أنا آسف. هبط الدرجات إلى الشارع المظلم البارد ودس راحتيه في جيب المعطف، ورأى البخار يتصاعد من فمه كبالونات الكلام في القصص المصورة. هذه الليلة هو في أمس الحاجة إلى الفراش الدافئ الوثير، علّه ينسى أن أول ذبحة صدرية أصابته اليوم. إيه ده؟ أنا سرحت قوي، شكلنا طلعنا برا تورنتو أصلا، دي المنطقة الصناعية تقريبا. ياه دي الغباء، إيه اللي نزلني من الأوتوبيس؟ ما أنا كنت ممكن أقول للسواق إني هرجع معاه، هروح إزاي أنا دلوقتي من الصحراء اللي أنا فيها دي؟ هل يمشي لذلك المصنع الافتراضي؟ تباً، إنه بعيد كأنما هو في عالم آخر، والمشي له يقتضي قطع ساحة شاسعة مظلمة لا تدري ما تدوسه قدماك فيها. يمكنك بسهولة أن تقع في مجرور مفتوح أو تدعس ذيل كلب غاف لن يكون رد فعله سهلا. يا للبرد، يا للبرد. وكان يهاب المشي، لقد قرأ كثيرا عن الأشخاص المصابين بداء الذبحة حين يمشون في البرد بعد العشاء، كلها عوامل كافية لحفر قبره. كان هناك ضوء، ضوء سيارة قادمة من بعيد. أخيرا عربية جاية عليا، لو مرديش يقف لي أنا حموت من البرد. وأخيرا رأى السيارة تبطئ على بعد خطوات منه، راكبها يفتح الباب. سيارة زرقاء اللون عتيقة لم يتبين طرازها،
الأضواء مبهرة للعين، لا تسمح له برؤية الراكب، لكن لا بأس في هذا، فعلى صاحب السيارة أن يكون صاحب اليد العليا وأن يضمن جيدا الراكب ويتفحصه على ضوء الكشاف قبل أن يسمح له بدخول حصنه الآمن. دنا من السيارة بتؤدة وهو يغمض عينيه متحاشيا النور. الآن يمكنه أن يرى الراكب فيطمئن لمظهره. إنه ذو شعر قصير وعوينات، يمكن أن يكون مدرسا أو محاميا أو طبيبا. كان يرمقه في نوع من التوجس، وراق هذا لمكملا. جميل أن نخاف ثم ندرك أن الآخرين يخافوننا أكثر. انحنى والبخار يعلن عن لهاثه. أنا آسف جدا يا فندم، بس أنا تايه ومش عارف أنا فين بالظبط، ولا عارف حتى أروح. وانت ساكن فين؟ في جربو، أعتقد إنها بعد 3 محطات من هنا. لا 4، بس مش مهم، هي على سكتي. اتفضل. مش عارف أشكرك إزاي بجد، أنت أنقذتني فعلا. وانطلقت السيارة في الطريق المظلم نحو جريبو. يا لها من ليلة، ليلة تبدأ بذبحة صدرية وتنتهي بالتوهان. يا لها من ليلة. وفي الدقائق التالية سيتعلم جيمس ماكميلان درسا قاسيا، يقولونه للفتيات دائما لكنهم لا يقولونه للفتيان: لا تركب مع غريب أبدا. في الدقائق التالية سيعرف ماكميلان سر كابوس نهاية الخط الذي رآه وهو نائم في الحافلة. سيتعلم شيئا عن أساليب الخنق بسلك رفيع، لكنه لن يستفيد من كل هذا العلم بعد اليوم. تفحص عينيها بالمصباح الشقي محاولا أن يضيع وقتا قبل أن يحتاج إلى الكلام، وهي مهمة ثقيلة كما نرى، لكني من دون أجهزة كنت أدرك معنى ما أراه. لقد تشوهت قرنيتا عيني برناديت وغطت كل منهما سحابة بيضاء رمادية متسخة أشبه بزجاج سيارة قذفه صبي شقي بكوب من الجيلاتي. كانت تتعرف النور حين تراه، وبصعوبة استطاعت أن تعلن أن عدد أصابع ليفي أمام وجهها هو 3. بدا لي هذا جيدا، وإن كان العدد الصحيح هو 4. أخيرا نهض البروفيسور الأسباني رودولفو شافيز متثاقلا وجلس وراء مكتبه وقال منتقيا كلماته: الموضوع واضح، للأسف ما قدرناش نمنع تشوه القرنية، وده معناه أننا محتاجين لتدخل جراحي لزرع قرنية جديدة. وإحنا هنلاقي قرنية لونها حلو كده زي عينين برناديت فين؟ القرنية ملهاش دعوة بلون العين يا دكتور. معلش اغفر لي عدم دقتي التشريحية، أنا أقصد هنلاقي قرنية مناسبة ليها؟ أكيد هنلاقي، بس ما تنساش أن هنا مفيش بنك عيون، عشان كده هنبعت لبنوك العيون المتخصصة في أوروبا وأمريكا ومضطرين نستنى رد منهم. أنا هرجع أشوف تاني أكيد، مش كده؟ أكيد طبعا، ما تقلقيش خالص، مفيش أي سبب طبي يمنع ده. تقدروا تتفضلوا دلوقتي يا دكتور علاء. بالمنظار الأسود والمشية المتصلبة تأبطت ذراعي وخرجنا إلى الممر الواسع المؤدي لمكاتب الإدارة، وكان هناك عدد من الأطباء يتكلمون، فلما رأونا ساد جو من الوجوم. الحقيقة أن العمى شيء رهيب، لكن حين يتعلق الأمر ببرناديت بالذات يصعب على المرء أن يحبس دموعه، إن الكل يحبها هاهنا، فهي رمز لا يستطيع الإنسان أن يكرهه أو يحمل له الضغائن، مثلها مثل ميكي ماوس وتشارلي شابلن وسندريلا والخطيب، رمز لكل ما هو جميل ونقي وحيوي في هذه الوحدة. وفي صمت الجنازات اتجهت إلى مكتب المدير، وكان البروفيسور بارتلي ينتظر النتيجة بفارغ الصبر، فلما رأى وجوهنا استطاع أن يفهم دون جهد،
حاول أن يبدو طبيعيا، لكن هذا زاد الأمر سوءا، ككل هؤلاء طيب القلوب الذين يتظاهرون بأنهم أكثر قسوة وأكثر عملية مما هم. وفي نهاية الجلسة الكئيبة التي أشعر فيها برناديت بمأساتها أكثر بمراحل، قال: أنا عايزك تطمني جدا يا برناديت، نظام التأمين هنا في سفاري بيغطي عليك كل الدكاترة اللي بيصابوا أثناء عملهم، احنا كلنا جنبك لحد ما ترجعي لنا بالسلامه مره تانيه. ثم ضغط على زر جهاز الدكتافون طالبا السكرتيره، واردف بينما الاخيره تفتح الباب وتقف في تحفز مهذب. انا هبعت فورا لمراكز زراعه العيون ونعرف اذا كنا هنعمل العمليه هنا ولا بره، وهطلب من شيلبي انه يدور في الانترنت عن قاعده معلومات زرع الاعضاء. وابتسمت في وجه برناديت ابتسامه لم ترها لكنها احستها، دفء الابتسامة قد ينتقل في الفراغ أحياناً. وكنت قد اعتدت التردد على غرفة برناديت في الآونة الأخيرة، ما كان هذا ديدني، لكن الظروف جعلتني أتجاهل تحفظي، ومثلي فعل كثيرون وكثيرات من الأطباء هنا. اعتاد بسام التونسي أن يحمل لها شرائط الراي الصاخبة، وكان كالعادة يرفع صوت الكاسيت إلى حد إصابتنا بنزف مخي، لكنها كانت تحب ذلك وهذا كاف. أما أنا فكنت أجلس على الموكيت الوردي المميز لغرفتها وأقرأ لها أبياتا من أنت وأنا، وهو ديوان بالفرنسية لم أستطع أن أحبه قط برغم شهرته الساحقة. إن فرنسيتي جيدة لكنها توقفت عند مرحلة فهم الأدب ولم تصل لمرحلة تذوق الأدب. وعلى كل حال كانت قراءتي الرديئة تملأها سروراً وهذا كاف. أحياناً كانت طبيبة فرنسية تجيء لتثرثر معها، وفي مرة جاء ليفي ليطمئن، لكني سددت باب الغرفة في وجهه وقلت إنها بحاجة إلى الراحة. إنه يدعي اللطف، هذا مؤكد، وأنا لا أهوى الصائدين في الماء العكر على كل حال. وفي ذات مرة جاء البروفيسور بارتلي شخصيا وحشر نفسه في أريكتها الضيقة التي راحت تئن احتجاجا كما لنا أن نتوقع. لم تمارس برناديت أي عمل مهم منذ الحادث، وصارت عيادة الأطفال مسؤولية الهندي عملاق ومسؤوليتي. يجب أن أقول هنا إن حرقا لا بأس بحجمه صار يشوه جبهتي. صحيح أنه لم يجعلني غولا، لكنه بالتأكيد لم يزدني جمالا، واعتدت أن أجعل خصلة من شعري تتدلى على جبيني لتداري هذا الحرق، مما جعلني أبدو رقيقا مستهترا للأسف. الحق أنها كانت أياما عسيرة. هنا يسألني أحدكم ماذا كانت مشاعري بالضبط في تلك الأيام؟ الإجابة سهلة ويمكن توقعها، كنت أشعر بأسى، لكن يخالطه سرور لا شك فيه، وهو سرور غير قاس إلى هذا الحد. السرور طبعا لأنني صرت جوارها دائما، بل وصرت شديد الأهمية لها إلى حد أنها لا تطيق الحياة بدوني. السرور، وسامحوني على قول كهذا، لأنها صارت ضعيفة إلى حد أن تحتاج إلى حمايتي. كان هذا نوعا مريضا من السرور، لكني سحقته فورا. السرور لأنني الوحيد الذي لن ينفر منها الآن، والذي سيبقى جوارها حتى إذا رحل الأوغاد الآخرون. لن أتخلى عنها أبدا، لكن هل يتخلى عنها الحظ؟ على الشاشة كان المسخ القادم من منشوريا قد أوشك على الفراغ من مهمته القذرة، جعل الحياة عسيرة بالنسبة للأبرياء. لقد التهم رجلي الشرطة، والتهم البطلة، وأوشك على التهام المخرج والمصور. وارتجفت سارة وهي ترى المسخ للمرة الأولى يزأر في وجوهنا، والدم ينساب من بين شفتيه المهترئتين المليئتين بالأنياب. في السينما يكون الاندماج مع المشهد تاماً، ويختلف كثيراً عن رؤيته على الشاشة الصغيرة. مدت يدها في عصبية باحثة عن بعض الاسترخاء، فاصطدمت بمعصم الرجل الجالس جوارها. أنا أسفة. ولا يهمك، هو فيلم مخيف فعلاً، والضلمة بتخلي أحداث الفيلم كأنها حقيقية. وبلمحة بصر
أدركت أن جارها رجل في الأربعين من عمره، له شعر قصير وعوينات تلتمع في ضوء الشاشة، وعاد يواصل مشاهدة الفيلم وقد ترك في نفسها انطباعا لطيفا مهذبا لا بأس به. الآن يحاولون على الشاشة قتل المسخ باستعمال الديناميت والطلقات الحارقة، لكنه ككل وحوش السينما يأبى أن يموت، وتدور بضع كلمات في أثناء المشاهدة، ثم تأتي تترات النهاية فينهض ويبتسم لها برقة. يا ترى أقدر أعزمك على فنجان كاكاو دافي؟ مفيش مانع. تأكد لديها الانطباع الحميم والدفء الذي يشعه من حوله. كانت سارة تعاني الوحدة، لقد تخلى عنها زوجها كي يتزوج سكرتيرته، راحت تحكي له كل ذلك بينما يحتسيان الشوكولاتة. كنا قاعدين بنفطر وما لقاش غير واحنا بنفطر عشان يقول لي انه حاسس ان جوازنا جواز فاشل، جواز ميت ومستحيل اننا نحيي الموتى. قاعد يقول كلامه بل زي ان الواحد بيعيش مرة واحدة، وانه تعرفه على السكرتيرة جه متأخر شوية وهو مش هيضيع الفرصة دي، وكلام بقى من عينة انت لسه جميلة والف واحد يتمناكي. انا بصراحة بعدها اتعلمت اعيش لوحدي وبطلت اتوقع اي حاجة من اي حد. كان الغريب رقيقا وقد اصغى لها باهتمام وهي تحكي له كل هذا، اصغى اليها باهتمام وقال اشياء مماثلة عن نفسه، وكانت تعرف انه معذب، هذا واضح من عينيه المهزومتين في بسالة وروح رياضية عالية، ومن السهل أن يحب المرء المهزومين الباسلين. وبعدما فرغ قدح الشيكولاتة كان قد صار صديقين للأبد. معاك عربية؟ لا، وانت؟ معايا، مش بعيدة خالص، ركنها جنب السينما. على الأقل مش هضطر أركب الأوتوبيس وقعد طول السكة بقى أدعي على جوزي عشان أخذ العربية لما اتطلقنا. أدركت من مظهر السيارة العتيق أن أحواله المالية ليست رائجة إلى هذا الحد، ولم تستطع أن تميز طرازها، لكنه أخبرها أنها من طراز نادر من الفورد، ربما هو الوحيد الذي يملك سيارة كهذه في كندا كلها، وهو فخور بهذا. قالت لنفسها في حبور، الراجل اللي ما يفرطش في عربية قديمة زي دي يبقى مش من النوع اللي بيسيب مراته ويروح يحب السكرتيرة بتاعته. ثم سألته السؤال الأنثوي الخالد، انت بتحب اللون الأزرق؟ مش دايما بنختار العربية عشان لونها، أوقات بنختارها عشان سعرها أو عشان هي الوحيدة من النوع اللي بحبه. ما جاوبتنيش على سؤالي برضو. ومين ما بيحبش الأزرق؟ تفتكري لو السماء والبحر لونهم مش أزرق كانت الدنيا هيبقى شكلها إيه دلوقتي؟ راحت تتفحص السيارة في اهتمام، ما كان هذا عن فضول قدر ما هو شعورها بالحق في معرفة كل شيء عن هذا الرجل. إن له عيوبا، كل الرجال لهم عيوب وكلهم يدارونها في اللقاءات الأولى، لكنها تستطيع أن تعرف الكثير عنه بهذه النظرة الفاحصة. مدت يدها إلى التابلو والتقطت لفافة من السلك المعدني الرفيع وسألته وهي تتأمل الطريق المظلم، أنت بتعمل إيه بالأسلاك دي؟ أكيد مش عشان أنظف بيه سناني، زي ما أنت عارفة دي عربية قديمة والعربيات القديمة دايما بتعطل في أوقات مش مناسبة خالص، فلازم أكون جاهز دايما. أنت على كده بقى بتحب الميكانيكا؟ تقدري تقولي إن بحب أصلح الحاجات البايظة. طب ويا ترى السلك ده بيتصلح بيه ازاي؟ الحاجة لما بتبوظ وقتها بس بتكتشفي ان اي حاجة معاكي بتبقى مفيدة، حتى لو كانت حتة سلك مفك او حتى مسمار، في الظروف اللي زي دي لازم نشغل خيالنا. فهمتك، بس ثواني، ايه ده؟ هو احنا ليه ماشيين من هنا؟ هروح فين يعني؟ لبيتك طبعا. بيتي؟ بس انا لسه ما قلتلكش العنوان. ما قلتيش فعلا؟ ولا اللي افتكرت انك قلتيلي؟ لا، ده انت كده بقى بتقرا الافكار كمان. افتكر فعلا اني اعرف اللي زيك بيجوا منين. واللي زي دول بقى بيجوا منين؟ جيتي من حيث تنام النسور. يا سلام، حيث تنام النسور،
لا تنفع عنوان دي، ويا ترى النسور بتنام فين؟ هنا. انت جبتنا هنا ليه؟ انا مش ساكنه هنا. احنا هنا في المكان والوقت المناسب جدا. حقا كل الرجال لهم عيوب، وفي اللقاء الأول عرفت سارة مبكرا جدا عيب هذا الغريب اللطيف. إنه يهوى الميكانيكا واللون الأزرق وخنق الفتيات بسلك معدني رفيع، وهي هواية غريبة بعض الشيء. كل الرجال لهم عيوب، لكن هناك عيوبا لا يمكن التسامح معها أو تجاهلها. بعد شهرين أعلنت برناديت أنها عائدة إلى كندا لتمضي الأشهر الثلاثة التالية بانتظار الجراحة. كانت مصرة على أن تجريها في كندا حيث يوجد بابا وماما، وحيث تستطيع أن تطمئن للجراحين. فهمت منطقها، فأنا نفسي أرفض أن يجري لي طبيب غير مصري جراحة. يخيل لي أن اللحم المصري لا يستجيب إلا لمبضع جراح مصري. من حق برناديت إذن ألا تسلم عينيها إلا لمبضع جراح كندي. أما عن فترة الأشهر الستة فقد علمت أنهم لا يجرون زرع القرنية إلا بعد فترة استقرار كاملة مدتها ستة أشهر لا تلتهب فيها العين ولا تمرض. وجاء بابا إلى الكاميرون ليعود بها إلى الوطن. رجل الأعمال الكندي مايكل جونز يصل إلى سفاري باحثا عن طفلته التي لم تعد ترى تقريبا. ومن اللحظة الأولى شعرت بمقت شديد للرجل، فهو في منتصف العمر، يبدو كأنه تزوج مبكرا جدا، متأنق إلى حد يحطم الأعصاب. وأنا أمقت الآباء المتأنقين أكثر من اللازم لأني أشعر أن هذا على حساب أبوتهم. ثم هو معتد بنفسه، ينظر للجميع نظرة تعال سمجة ولا يصافح أحدا أبدا. كان يتصرف بطريقة عملية متعجلة لا تخلو من قلة الذوق والجليطة، كأن يقول أوكي، هل أعددتم كل شيء؟ إذن يمكنني أن أخذها الآن. بابا، أحب أقدم لك علاء، ده يعتبر أقرب صديق لي هنا في الشغل. فعلا؟ ده أقرب صديق؟ يبقى مش كان المفروض تخلي بالك منها أكتر من كده؟ ثم أدار ظهره لي ليواصل الكلام مع بروفيسور بارتلي. قول لي إيه رأيك في بابا؟ لطيف مش كده؟ ده لطيف جدا، لطيف زي الملينات لمريض الإمساك بالظبط. ناس كتير بيعجبوا بيه وبيمدحوه، بس أول مرة أسمع مجاملة من النوع ده. بس غريبة يعني إن أنتي ما خدتيش أي جينات من الراجل ده، أكيد أمك كانت ملاك بيمشي على الأرض. ده صحيح، بابا كان نفسه إني أفضل جنبه على طول، كان عايز يختار لي شغلي وجوزي وكل حاجة، بس أنا اللي نشفت دماغي علشان عايز أبقى دكتورة. كان هيتجنن، ولما عرف أني عايز أشتغل في أفريقيا الاستوائية كان هيحصل له حاجة فعلا. كل اللي قاله لي ساعتها هو عايز تسافري فين؟ هترجع لنا بمرض الجزام أو الجرب، ده لو ما أكلتكيش الأسود قبلها. أرجوك يا بابا سيبني أجرب، أرجوك. أنت حرة، بس خلي بالك لو هتعملي اللي في دماغك يبقى تعملي حسابك هتعتمدي على نفسك تماما، مفيش أي دعم مادي من ناحيتي. وجاءت برناديت إلى سفاري وقد تحلت بكل ما هو جميل في أمها وتخلت عن كل ما هو مقيت في أبيها. تعاملت في مرح ودون تعال، وانحنت لتداوي جروح الأطفال، وسقط قيئهم على معطفها الأبيض الأنيق فلم تتأفف. كانت سعيدة، سعيدة حتى قررت أن تغلي حمض الهيدروكلوريك لتتأكد من خلوه من الزلال. محدش يقدر يفهم بابا قد، رغم أنه طيب جدا زي الأطفال بالظبط. طيب وأمك قدرت تفهمه؟ للأسف ما قدرتش، عشان كده انفصلوا من 10 سنين تقريبا. لكني لم أستطع إبعاد الفكرة الرهيبة عن ذهني، صورتي وأنا جالس في صالون دارهم بأونتاريو مع الحجة أقدم تقريرا عن ظروف المادية لأبيها، وهو يصغي في ملل وفي عينيه نظرة اتهام صامتة. حقا ستكون مهمة صعبة نوعا، حتى لو اشتريت علبة شيكولاتة من جروبي قبل الزيارة. ثم من قال إنها ستقبل؟
صافحتها فترة أطول من اللازم، ثم قلت لها وأنا أكتم دمعة: مستنينك ترجع لنا بالسلامة. خلي بالك من نفسك يا علاء، وما تحاولش تغلي عينات البول من غيري. وفي مرارة ضحكت، وفي لوعة ضحكت. قال لي بسام وقد لحظ عصبيتي وضيق صدري واكتئابي الدائم: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. نظرت له في حيرة، واضح أنني صرت أحمل لافتة على جبيني تقول بكل اللغات: الرجاء عدم الإزعاج، أنا متضايق لرحيل برناديت. قال لي وهو يتأبط ذراعي نحو غرفة العمليات الجراحية حيث كان موعدنا اليوم: ما هي برناديت أكيد هترجع مرة أخرى، فين المشكلة؟ وممكن ما ترجعش، مش يمكن الأخ مايكل جونز يقدر يقنعها بالجواز بعد ما ضيعت وقتها وسط المجانين اللي هنا؟ ولا يمكن العملية ما تنجحش ويبقى مستقبلها ضاع للأبد؟ صح، يمكن ويمكن، بس يمكن هذه أعمرها ما كانت سبب كافي للاكتئاب. هي ممكن تكون سبب للقلق لكن مش للاكتئاب. وبعدين أنت أصبحت بخيل برشة هذه الأيام. كنت أسأله عن مظاهر بخلي، ثم تذكرت أن بخيل في العامية التونسية تعادل كسول عندنا. قلت له وأنا أنزع معطفي بدوري: أوعدك أني حبطل بخلي يا عم بسام. اشتروا صابون إليجنس، اشتروا يا شوية أغبية، عمال ألف على البيوت من الصبح وخبط على باب ده وعلى باب ده، وعود عيد وزيد في نفس الكلام وأقول قد إيه الصابون ده مفيش زيه، وهو أصلا ريحته مقرفة. واللي يقفل الباب في وشي، ولا اللي تطلع لي تهز راسها وتقول لي: متأسفة قوي بس تعمل صابوني ومتعود عليه وما بحبش أغيره. لما طهق اشتروا صابون يا شوية بخلة وانضفوا. لابد أن البائع المجول قد فكر في أشياء كهذه وهو يرفع إصبعه ليقرع جرس ذلك البيت في تورونتو، وهو بيت ككل البيوت في الجيرة: حديقة، منزل من طابقين، صندوق بريد، وسيارة زرقاء عتيقة. بعد دقائق فتح الباب وتأمل صاحب الدار البائع. كان البائع يبدو كبائع، كلهم يرتدون قبعة وسترة مزخرفة بالمربعات، وكلهم ينساب عرقهم فينزعون القبعات لتظهر الرؤوس الصلعاء، وكلهم يحملون ذات الحقائب التي تشبه حقائب المزينين عندنا في مصر. أما صاحب الدار فكان يبدو كمحام أو معلم أو طبيب، له جبهة ضيقة وشعر رأس قصير، وعلى أنفه عوينات غليظة نوعا. مساء الخير يا فندم، تحب تجرب معانا صابون مختلف مش زي أيس؟ إيه ده؟ أنت بتبيع صابون؟ أيوة يا فندم. غريبة دي، مش فاهم وجهة نظرك يا فندم. أنا عمري ما شفت حد بيبيع صابون قبل كده، محدش يعني بيستنى الصابون يجيله حد عنده، اللي عايزه هيروح يشتريه، وبعدين يعني اهو كله صابون مفيش فرق ما بينهم. امال انا هنا بعمل ايه عشان اوضح لك الفرق ما بينهم؟ بس اسمح لي، هي المدام موجوده جوه؟ لا انا عايش لوحدي. جميل جدا، هنقدر ناخد راحتنا في الكلام. حضرتك الصابون ده مصنوع يدويا من افخر انواع العطور والدهون اللي شركتنا بتستوردها خصيصا من افريقيا والهند. يعني حضرتك بص كده شم دي، والنهاردة بنقدم لك عرض ما حصلش، لو اشتريت معانا 3 صابونات بتاخد معاهم صابونة هدية. اسمع يا، انت شكلك مرهق، تعال اتفضل اشرب حاجة ساعة وهو تكلمني اكتر عن الصابون السحري بتاعك ده. يا فندم ما يصحش. تعال يا راجل. تأخر صاحب الدار بضع دقائق كانت كافية للبائع كي يلقي نظرة فاحصة وقحة على كل شيء، على الستائر الفاخرة، على البساط الإيراني السميك، على البيانو الأسود في الركن، على الصور الملونة التي تملأ الحائط وتمثل مراحل مختلفة في حياة طفل. في النهاية جاء الرجل حاملا كوبين من العصير البارد، فناول البائع واحدا وجلس أمام البيانو وهو يدير كوبه بين يديه، وسأله وهو لا ينظر إليه: ها احكي لي أكتر عن الصابون بتاعك. شكلك يا فندم فعلا مهتم بالصابون. الحق يتقال، هو موضوع مهم فعلا. رشف البائع بعض الليمون، كان باردا شهيا،
وبرغم أن الطقس كان باردا فإنه ككل الباعة الجائلين كان يشعر بالحر طيلة الوقت، لهذا جرع جرعة كبيرة وقال: شايف حضرتك الصابونة دي مخرومة من النص، وده ليه؟ ده عشان يخلي اللي بيدوب منها ينزل لتحت وما يتراكمش عليها. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الصابونة دي عمرها اطول بتلات مرات من اي صابونة تانية. مش بس كده، وحتوفر لك فلوس كمان. لا انت شكلك بتقول كده بس عشان تبهرني. لا لا يا فندم، دي فعلا بتعيش معاك. هو انا مالي مش عارف. ثم ادرك ان هناك شيئا على غير ما يرام، ان تركيزه يقل والكلام يبدو اكثر عسرا، كأن لسانه مربوط إلى فكه، وكأن عجبا حاول أن ينهض فلم يستطع، كأنه يأمر جسدا آخرا غريبا عنه. لا 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 لا، ما تقلقش خالص، ده تلاقيه من تأثير مخدر ولا حاجة. مخدر؟ مخدر إيه؟ مش عارف مخدر إيه؟ ما تبقاش عامل زي العيال الصغيرة كده، لازم يبقى في مخدر في عصير الليمون. بس شكله اشتغل بسرعة، وأنا محتاجك بقى متبنج قبل العملية. لكن البائع لم يسمع لحسن حظه العبارة الأخيرة. عزيزي علاء، أتمنى أنك تكون بخير. متشكرة قوي على الصور اللي بعتها لي، بس للأسف ما قدرتش أشوفها. أخبار سفاري إيه؟ عاملين إيه مع الملاريا؟ يا ترى كم مريض ايدز توفى وكم مصاب بداء الفيل خف وانا مش موجوده؟ الحياه بتستمر حتى واحنا مش موجودين، دي الحقيقه اللي بكرهها ومش بصدقها، بس هي الحقيقه للاسف. الحياه بتستمر لما نمشي، هتفضل السماء موجوده والبحر موجود والاطفال هتفضل تضحك، ومفيش اي حاجه هتقف علشان خاطرنا. اطباء العيون هنا في كندا بيقولوا ان حالتي مش ميؤوس منها، والجراحه معادها كمان اسابيع. بخصوص سؤالك عن توافق الأنسجة، انت يا علاء دايما بتنسى البديهيات. القرنية ما فيهاش أوعية دموية، يعني ما فيهاش خلايا دم بيضة ممكن تهاجم النسيج المزروع أو ترفضه، عشان كده التوافق مش مهم قوي، ومعظم الجراحات اللي من النوع ده بتنجح. أنا بس مستنية حظي إن الاقي حد متوفي جديد كان وصى إنه يتبرع بالقرنية في حالة وفاته. أنا مفتقداك يا علاء، انت صديق حقيقي، الراجل الوحيد اللي مش كل ما بيشوفني بيبصيلي ويسبل، يعني بعرف ابقى على طبيعتي معاك. المهم خلي بالك من نفسك يا علاء، واوعدك ان حاجي قريب بعيون جديده. برنادت. فوق التل عند زاويه شديده الخطر اوقف سيارته. كان الظلام دامسا قديرا على جعلك تجتاز الهاويه بسيارتك دون تردد، لكنه كان يعرف المكان جيدا، وعلى ضوء الكشافات وقف يرمق ما عند قدميه، الهاوية السحيقة كإحدى حفر صقر. إنها تناسب غرضه، ما كان يهوى إخفاء الجثث، فالعلانية هي شعاره، ولا شد ما يروق له أن يذهب الناس إلى أعمالهم أو يفتحوا بابا موصدا ليجدوا عملا فنيا من أعماله، جثة مشوهة في الغالب. لكنه في هذه المرة كان يشعر بأن اللعبة قد انتهت، لم يجد في نفسه مزاجا للتقيد بحرفيتها في هذه المرة. فطور غريب يغمره تجاه الأمر برمته، لقد كان مجنونا حين شعر بمتعة في هذه اللعبة الجهنمية، واليوم لا يشعر سوى بما يشعر به الشبعان بعد مأدبة حافلة دسمة. إنه يجلس إلى المائدة منهكا تعسا عديم الحيلة، يلوي المغص أحشاءه ولا يطيق أن يذكر أحد أمامه كلمة أكل مرة أخرى. فتح المقعد الخلفي وجر جسد عامل الهاتف النحيل. تصور هذا، وضعه في المقعد الخلفي لأنه لم يجد في نفسه حماسة لفتح حقيبة السيارة، وهو ما كان ليكلفه حياته لو أن شرطيا استوقفه في أثناء رحلته الطويلة. ما عاد يهاب شيئا، جر الجسد فوق الأرض الصخرية حتى أراحه على حافة الهاوية، ثم ركله ركلة واحدة
فتدحرج كجوال البطاطس إلى أسفل. ربع دقيقة ثم سمع الارتطام. هذه جثة لن يجدها أحد. ربما بعد 10 أعوام يجدون أسفل التل هيكلاً عظمياً لا يعرف أحد صاحبه. ولم يعد لداره ليلتها، ظل يجوب الشوارع بسيارته عاجزاً عن فهم سر حيرته. توقف عند ناد ليلي ليشرب شيئاً. كانت هناك شقراء راغبة في اللحاق به، وهي فرصة نادرة. إن عنقها طويل نحيل يصلح للخنق بشدة، لكنه ارتجف لمجرد الفكرة وشعر بغثيان شديد. ماذا حدث؟ هذه فرصة ما كان ليفوتها لو جاءته أمس. أما اليوم فهو يشعر بفتور شديد وكآبة قاتلة. وغادر الملهى الليلي ليواصل رحلته الغامضة، ولا يدري متى أشرقت الشمس عليه وهو ذاهب إلى لا مكان. إنه في موضع ما من كندا، من المؤكد أنه لم يعبر الحدود إلى الولايات المتحدة، ولم يعبر البحر إلى أوروبا. وما أهمية ذلك؟ كل الأماكن تتشابه. أوقف سيارته الزرقاء أمام كشك للصحف وترجل. كانت البائعة تنسق زهورها المعروضة للبيع، وحيته في رقة ثم سألته: أنت مش متجوز صح؟ أيوه، بس أنت عرفت منين؟ ما هو الوش الكئيب ده أكيد وش واحد عايش لوحده. أنا فعلاً وحيد زي الشيطان. تحاول تتجوز بسرعة، أو اشتريك بغبغان أو قطة، الوحدة وحشة. لا يا ستي، أكيد الجواز أرخص. وتناول جريدة الجريمة التي لم يفوت عدداً أسبوعياً منها. وفي كافيتيريا صغيرة نظيفة جلس في ضوء الشمس الداخل من النافذة جواره يطالع الجريدة، وراح يبحث عن ضالته. أخبار سفاح تورونتو، هي ذي الصورة التي رسمها له فنان الشرطة، وهي صورة ممتازة لكنها كعادة رسوم الشرطة لا تشبهه على الإطلاق. صحيح أنها لرجل ضيق الجبهة قصير الشعر ذي عوينات، لكن هذا يجعلها تصلح لمئات الأشخاص سواه. كل الرجال ذوي العوينات يتشابهون إلى حد ما. كانت الصفحات التالية مزدانة بصور 15 من ضحاياه، وكل صورة تمثل وجه الضحية المرح الضاحك ثم وجه الضحية الخامد المخيف. لقد رأى هذه الصور مرارا. بعد صفحتين قرأ مقالا لعالم نفسي مختص في الجريمة يتحدث عنه هو بالذات، ويقول في المقال: هكذا ينتهون جميعا. في كل صباح تقريبا تهتز كندا كلها حين تطلع على الجريمة الجديدة لسفاحي تورونتو الذي منفك يفاجئنا بسلسلة لا تنتهي من الجثث المتباينة. ثمة جثث باعة جوالين وربات بيوت مهذبات وموظفين وبنات ليل وصبية كشافة. وللحقيقة نعترف أن سفاح تورونتو ذكي جدا، فهو لا يقتل طائفة بعينها من الضحايا على غرار سفاح الشقراوات أو سفاح الأطفال، كما أنه لا يستعمل أسلوبا موحدا في القتل. هناك من قتلوا بالمدى، ومن خنقوا بالسلك، ومن ربطوا في سيارة مسرعة حتى ماتوا. وهكذا يمكننا استخلاص حقائق مهمة. هذا السفاح لا يحمل ضغينة نحو طائفة معينة، ولا يحمل ميلا عصابيا ما تجاهها. بالأحرى هو نفسه لا يعرف السبب فيما يفعله. إن القتل بالنسبة لرجل كهذا هو ميل طقوسي شبيه بالطقوس الدينية، ولربما يتصور أنه مبعوث السماء للقتل، وأن هناك تكليفا علويا له بهذا.
إن السجلات تضم سفاحين عشوائيين كثيرين، وكانوا جميعا يعملون من أجل الوصول لرقم معين من الضحايا، وبعد بلوغ هذا الرقم يشعر السفاح أن تكليفه العلوي قد انتهى وأن الوقت قد حان لإنهاء حياته. ما العدد المقدس بالنسبة لسفاح تورونتو؟ الله وحده يعلم، لكن من المعتاد ألا يزيد هذا العدد على 20. وحين نتأمل الرسم الوحيد الذي حصلنا عليه للسفاح، نجد على قدر ما هو مبين أن سفاحنا رجل هادئ مسالم. طراز كهذا يوحي بأنه رأى قمعا كثيرا في طفولته، لكن سفاحا كهذا يكون ذكيا حذرا كتوما، وهذا يثير الذعر. لكنه لن ينسينا الحقيقة الحتمية، ثمة رقم سيصل إليه الضحايا، ثم يتوقف السفاح عن القتل بعدما انتهت رسالته. عندئذ سيجده رجال الشرطة جثة هامدة. لقد اقتربت نهاية سفاحنا المزعوم، ربما الآن أو بعد 5 ضحايا آخرين، لكن تذكروا العدد المقدس، لن يتجاوز 20. في غل وغيظ اعتصر الجريدة بين أنامله وغمغم حاقدا. حمار كبير بيحاول يتفزلك وخلاص. لكنه كان يفهم، كان يعرف. 16. لم يدري متى ولا كيف اختار هذا الرقم، لكنه صحيح ولا مفر منه. 16. يحاول جاهدا معرفة لغز هذا الرقم. 16 هو عمره عندما ماتت أمه في المتجر، إذ أفرغ ذلك اللص رصاصة مسدسه. 16 هو أول مبلغ سرقه. 16 عاما هو عمر لويز حين رفضت أن يخطبها. ترى ما سر هذا الرقم؟ لا يهم، لكنه قد تخلص من القتيل 16 أمس، ويبدو أنه وصل نهاية الخط. حقا لم يعد راغبا في أن يرى نهارا آخر، وكالمنوم اتجه إلى سيارته وأدر محركها. الطريق السريع الذي تفضله الشاحنات العملاقة، اتجه إلى جانب الطريق وتوغل في الأشجار الكثيفة هناك حتى وصل إلى فسحة تسمح له بترك سيارته. هنا لن يجدها أحد عن قريب، ولو وجدوها فلا أهمية لذلك، فقط يريد أن يظل لغزا دائما، يترك لهم طلسما أخيرا، فالسيارة ستجعلهم يعرفون من هو. ترك أوراقه على المقعد الخلفي ثم أغلق الباب، وماشيا غادر ستار الأشجار إلى الطريق السريع أو الهاي واي كما يسمونه. كانت الشاحنات تندفع كالبرق حتى لا تكاد تتبين شكلها أو لونها، مع ضوضاء تصم الآذان. لكنه كان قد اتخذ قرارا بلا رجعة، خطى 4 خطوات إلى منتصف الطريق، ثم وقف في ثبات أمام الجبال العملاقة ذات العجلات القادمة نحوه. لابد أن سائق الشاحنة رآه قبل أن يدهمه بثانيتين، لابد أنه ذهل كأنما يعيش كابوسا لا ينتهي بالاستيقاظ، لابد أنه لم يجد وقتا كافيا ليدوس الفرملة، ولو فعل لانقلبت الشاحنة إلى جانب الطريق. لابد أنه قال شيئا ما قبل أن يختفي الجسد الواقف بعرض الطريق من أمامه، الوجه الوديع ذو العوينات، وجه محام أو طبيب، يختفي ويتلاشى تحت عجلات الشاحنة. توقفت السيارة في ساحة الانتظار بسفاري، وفي هذه المرة لم يعد مجال للانتظام أو الالتزام أو ادعاء الوقار. ترك الجميع أشغالهم واندفعوا يركضون إلى حيث وقفت سيارة الوحدة القادمة من المطار. كانت جالسة جوار السائق، ويدها بعد تمتد إلى مقبض الباب. عندها لم تدري أن 10 أذرع قوية حملتها لتطوح بها في الهواء على طريقة المرح الأوكراني الثقيل، ولأعلى ارتفعت 3 أو 4 مرات وهي تضحك وتقهقه.
مجانين. انتوا فعلا شوية مجانين. على حين غنوا لها أغنية لأنه رجل لطيف طيب ولا أحد ينكر هذا، غنوها مرارا، وأخيرا لمست قدمها الأرض. الحق يقال إن شعبية برنادت لها هائلة في سفاري، فلو أنها رشحت نفسها لرئاسة الوحدة لصارت رئيسة بالإجماع. كانت أكثر جمالا وأكثر أناقة، فلابد أن السيد مايكل قد ابتاع لها طاقما أو طاقمين من الثياب بعدما اشمأز من ثيابها السابقة، وكانت تضع منظارا أسود سرعان ما سقط منها وهي تطير في الهواء، فرأيت عينيها الزرقاوين الجميلتين تنبضان حياة وذكاء. لقد عادت برنادت الأولى لنا، صافحها الجميع وعانقتها صديقاتها، ثم جاء دوري في المصافحة طبعا، فاتجهت نحوها كاتما البركان الذي يدور في داخلي. هي تريدني صديقا ليكن. صفحتها في حرارة وابتسمت قائلا وهي عبارة بليغة جدا كما ترى، لأن ارتباكي منعني من تذكر طريقة نطق الحروف، لكنها تؤدي الغرض على كل حال. فماذا سيقال في مناسبة كهذه سوى نحن سعداء بعودتك أو شيئا من هذا القبيل؟ وقد اختارت برنادت المعنى الذي فهمته، فقالت شكرا يا علاء، مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. وتدحرج البروفيسور بارتلي قادما يهز طبقات شحمه، فحياها في حرارة وقال كلاما فارغا كثيرا مما يقال في هذه الأمور، ثم صفق بيديه صائحا يلا يا شباب سلمنا وهيصنا، كله يرجع على شغله، وانت يا برنادت تفضلي معايا على مكتبي وهخلي العمال ياخدوا بالهم من شنطك. كدت ألحق بهما، لكن دكتور باركر مساعد المدير السمج نظر لي وذكرني في سماجة أن عمل اليوم في عنابر الجراحة. كنت أتمنى لو نسوا أمري ذلك اليوم، لكن هذا الرجل لا ينسى، ثم إنني أمقت مهمة الغيار على الجروح هذه، خاصة وقد رشحوا لي عنبر مرضى الغنغرينة بأنواعها، غنغرينة جافة، غنغرينة رطبة، غنغرينة الغاز، كل موديلات الغنغرينة التي لا يجمع بينها سوى أنها خبيثة الرائحة مقززة، تتمنى لو فقدت حاستي الشم والبصر قبل أن تتعامل معها، لكن هذا عملي، فلو لم أفعله اليوم فلن يفعله سواي. وفي المساء احتشدنا في الكافيتيريا حول كعكة سقيمة، لا يمكن أن يصنع مطبخ سفاري أفضل منها. لقد ذقت يمك الجيش كما تعرفون، لكني لم أذق في حياتي طعاما أسوأ ولا أبشع من طعام سفاري. كانت هناك كثير من زجاجات العصير والضحكات، وقد تركز الاهتمام كله حول برنادت العائدة. تذكرت شعوري السابق يوم عدت من السجن بعد مقتل موزينجا، لقد كان الحفل شبيها بهذا، لكن برنادت عائدة من سجن انعدام الحواس، وهو سجن فعلم مرير، ومثلي أنا كانت شاردة الذهن متبلبلة الحواس قليلا، وقد فسرت هذا بأنها مراهقة كحامل أنجبت توأمين من فورها. كان شلبي معنا، وهي لفتة رقيقة من واحد يعتبر نفسه أبا الطب، ويرى أننا أقل من أن نعيش لا أن يجالسنا. كان إبراهام ليفي كذلك موجودا، وراح يتظاهر بالمرح اللطيف، وقد رسم على وجهه تعبير التواضع كأنما يقول هي ذي قد عادت لكم سالمة، لقد أتعبتنا كثيرا لكننا شفيناها كما ترون. قابلت نظراته بنظرات من نوع كف عن الفخر يا أحمق، فليس لك أدنى دور في هذا، حقا إن علاقتنا هي نوع من عدم الاستلطاف المتبادل، لكنها ليست حربا، وإن كنت أعرف أننا سنصطدم حتما وقريبا جدا. سألها بسام وهو يصب لها مزيدا من العصير. ألا صحيح يا برناديت، ما هو إحساس القرنية الجديدة؟ دي قرنية لسه ما جاش عليها تراب الصحراء الإفريقية، ولسه ما شافتش الموت ولا الألم. القرنية الجديدة بتحسسك كأنك كنت راكب عربية إزازها متوسخ وحد جا نضفهولك كويس. نظرت إلى ساعتي ووجدت أن الوقت قد حان، إن سباتساني يريدني في غرفة الجراحة معه لأساعده في استئصال ورم سرطاني في معدة امرأة، وقد أبديت له دهشتي من اختيار العاشرة مساء لجراحة كهذه، لكنه ضربني بقبضته المشعرة في صدري وصاح هو ده الوقت المناسب
للي ما بيحبوش الشمس زي يا ولد. أنا ما بعرفش أشتغل والشمس بتحرق قفايا. ونهضت لألحق به. هنا هتفت برنادت وهي تنهض. علاء لحظة لو سمحت. وبخطوات سريعة مشت إلى جواري، تاركة المحتفلين ينظرون لنا في دهشة، مرددين بالأسبانية بالإيطالية بالفرنسية بالإنجليزية، ما معناه بالتأكيد ماشي معاك يا عم أو يا بختك. هو في إيه؟ علاء أنا شكلي اتجننت. أكيد ما اتجننتيش من الفرحة طبعا. مش عارفة هو إيه بالظبط، بس هو جنان. المجانين بس هما اللي بيشوفوا حاجات طول الوقت، مش كده؟ حاجات؟ حاجات إيه اللي بتشوفيها؟ الوش ده، بشوف الوش ده. لا مش فاهم، طب بيعمل إيه الوش ده؟ ولا حاجة، بيفضل باصص لي. وشكله عامل إزاي الوش ده؟ وش كبير، بيبقى مالي المكان كله. آه فهمت. الأمر إذن يتعلق بالوجوه المحلقة في الجو، وهذه الفتاة قد أصابها الخبال كما تزعم، أو هي في الطريق إليه. قلت لها وأنا أفكر في الخطوة التالية. آه تمام، طيب إحنا هنبقى نكمل كلامنا بعدين بقى، لأن الوش الوحيد اللي أنا شايفه دلوقتي هو وش سباتساني وهو عايز يقتلني. ولم تكن هذه طريقة للتملص، لأنني حقا قد تأخرت عن الرجل إلى حد الخطر. وحين ترى سباتساني غاضبا ضخما كالثور ويزأر كالبركان، تتمنى لو لم تكن أمك قد أنجبتك. وتمنيت لها ليلة سعيدة على أن أراها غدا. فرغ سباتساني من استئصال المعدة وسط ضوضاء لا تهمد وشتائم وضحكات ولكزات بالكوع، حتى شعرت كأن رأسي ينفجر. فلما كان لا يجد استعدادا للمرح من جانبي كان يزداد صراخا ويتهمني بأنني معقد ومنطو ومريض بالميلانخوليا. وبعد ساعة وربع فرغ ببراعته المعهودة من استئصال الورم مع نطاق أمان لا بأس به من العقد الليمفاوية. سألته وأنا أحاول الاتزان كي لا أسقط مخشيا عليه. هو في أمل المريضة يتخف يا دكتور؟ هتخف، لو ما نسيناش خلية سرطانية واحدة جوه الست دي هتخف. على العموم هنشوف رأي دكاترة العلاج الكيماوي والإشعاع، أعتقد إنها هتحتاج لجلسات أشعة. ماما مية، أنت لسه ما خلصتش خياطة؟ ده على كده خالتي أشطر منك في الجراحة. أخيرا انتهى هذا الكابوس وعدت لغرفتي. إن سباتساني ممتع، بل وقطعة من الفن الرفيع، لكن ليس في العاشرة مساء حين تنفد طاقتي ويجف عقودي. فتحت باب الغرفة وانتويت أن أتحول إلى لوح خشب حتى الصباح، لكني سمعت الصرخة قادمة من غرفة برنادت. كلا لا تجزعوا، لا داعي لانزعاجكم، إنه مجرد كابوس يا سادة، رأته طبيبتنا الكندية الشابة. لا تتجمعوا أمام حجرتها أرجوكم، عودوا لأعمالكم أو لأسرتكم. كابوس هو يا سادة، ألا يرى أحدكم كابوسا؟ كابوس هو كالذي يزوركم لو التهمتم شيئا دسما على العشاء، أو نمتم على ظهوركم، أو شاهدتم فيلما من الأفلام إياها قبل النوم. كانت الغرفة مفتوحة وبها أربعة أو خمسة يطيبون خاطرها. واضح أنها صرخت أعنف صرخة دوت في سفاري منذ إنشائها، لأن الطابق كله قد استيقظ مندهشا أو خائفا. دنوت من الباب فرأيتها جالسة على الفراش تولول، وأدركت أن قفل الباب مهشم، لأن من هرعوا لها ظنوها تذبح. وصاح صائح: لا مشكلة يا شباب، عودوا لأسرتكم. لكني تجاهلته واجتزت الباب وفرضت الملاءة على ساقيها، ثم دنوت منها وأنا أتساءل: هل من الغباء أن أستفهم عن كابوسها؟ لربما كان من الحكمة أن أخرس وأكتفي بتهدئة روعها. رفعت عينيها الحمروين الدامعتين نحوي، وكأنما لتريحني صاحت: الحقني علاء، شفت وش جديد. هنا وقد صار لي دور في الموضوع، شرعت في طرد كل هؤلاء الفضوليين بعبارات على غرار: انتهى الأمر يا سادة، لا مشكلة هناك، إلى آخره. أخيرا صرنا وحدنا في الحجرة. يا برنادت، إيه موضوع الوش الجديد ده؟ أيوة، بس المرة دي كان وش واحدة ست.
بوش واحدة تعرفيها يعني؟ أبداً أبداً ولا عمري شفتها، بس كان واضح زي الشمس. كانت شقرة وشعرها قصير كده، رأسها معوجة لورا كده ومبرقة، ولسانها كان طالع برا كأنها بتتخنق، وكان وشها كأنه متعلق في السقف. وكل ما دور وشي وبص الناحية التانية ألاقيها برضو، لحد ما صرخت وكسروا الباب عليا وولعوا النور. بعدها الوش اختفى. لم أجد ما أرد به عليها، فهذه الهلوسة أمر لا يمكن تفسيره سوى بأنها هلوسة لا جديد هناك، وكوابيسي أفظع من كل هذا على كل حال. طيب أنت قادرة تنامي دلوقت؟ آه متهيأ لي. طيب حاولي تريحي شوية. وفي الصباح عادت للعمل في عيادة الأطفال للمرة الأولى منذ الحادث، وكنت أنا مشغولاً مع إشهارة في التخدير فلم أرها. فيما بعد عرفت أنها تصلبت فجأة كأنما هي ترى الشيطان ذاته. ابعدي عني! وارتجفت فرائس بودرجا البائس حين رأى المشهد، فهو متعلم لكن ميراث العفاريت والأرواح لم يفارقه قط، وكان رأيه قاطعاً. الأرواح الشريرة قد حلت بجسد دكتورة جونز، وهكذا حملوها حملاً إلى الاستراحة، وقدموا لها مشروباً مثلجاً وحاولوا أن يطمئنوها، لكنها كانت ترتجف كورقة. جاءني بسام في غرفة الجراحة ليقول لي بلهجة عابرة: علاء، برناديت تعبانة جداً في الاستراحة برا، لو حابب تطمن عليها. نظرت له شزراً، لقد اعتبرني الجميع هاهنا العاشق الولهان الذي لا يفوت فرصة لتطيب خاطر معشوقته. أنا لا أنكر هذا الدور، لكني لا أريد أن أمارسه علانية بحيث يتطوع الجميع بإخباري بوجوب أن أفعل شيئاً. على كل حال لم أجد وقتاً كافياً للاحتجاج، واعتذرت لإشهارة، ولحسن الحظ لم تكن الجراحة قد بدأت بعد، كنا في طور الإعداد لها. ثم هرعت إلى الاستراحة دون أن أنتظر رد الرجل، وكانت برنادت في وضع شبيه بوضعها أمس، ذات الدموع والانهيار والتهانف والمخاط السائل من الأنف، فقط كانت بمعطفها لا قميص النوم. علاء اعمل حاجة! أعمل في إيه؟ في الوشوش اللي بشوفها دي. هي طلعت لك تاني؟ أيوة، المرة دي واحدة بتصرخ والكهرباء طالعة من مناخيرها وبقها ودنها، لدرجة إن عينيها بقى لونها أبيض. علاء أنا شفتها وهي بتموت من الكهرباء. هي نفس الست بتاعت امبارح؟ لا، دي واحدة تانية كبيرة في السن وشها مليان تجاعيد. بص يا برنادت، كل حاجة وليها تفسير، مفيش حاجة خارقة للطبيعة في اللي بيحصل لك ده. الموضوع ببساطة إن دي شوية هلاوس غالبا يعني، بس مش بسبب الجنون، لا بسبب الإرهاق مثلا. أنت في الفترة اللي فاتت عشتي أيام صعبة جدا، وده أكيد سبب كل اللي بتمر بيه دلوقت. رأيك يعني إن اللي بيحصل ده مش مس شيطاني مثلا؟ الشياطين مشغولة بألف حاجة تانية غير إنها تطلع لك شوية وشوش في السقف، وقتهم ما يسمحش للهبل ده. وأنا إمتى هخلص من كل ده يا علاء؟ معرفش، بس رأيي إنك تاخدي أجازة كده تريحي فيها أعصابك شوية. أجازة تاني؟ ما تنساش اني لسه راجعه من اجازه بقالي 6 شهور، هشتغل امتى؟ طيب في قاعه المحاضرات جلسنا جميعا بانتظار بدء المحاضره التي سيلقيها ضيف من منظمه الصحه العالميه، البروفيسور ماك ويلسون، خبير الملاريا الذي جاء من تايوان خصيصا كي يحدثنا عن الوضع الوبائي للملاريا في جنوب شرق اسيا. كان الكرسي المجاور لي شاغراً، فرأيت برنادت شاردة الذهن تقصده فتريح جسدها إليه، ولم تكلف نفسها بتحيتي أو بالتشنيكة الشهيرة التي هي ماركتها المسجلة. برغم هذا شعرت بالرضا، إنها حائرة وهي في حيرتها تتجه لا شعورياً إلى أدنى موضع لي دون أن تدرك ذلك. شفقة غامرة مزقت روحي عليها، ولم أدري متى كانت أتعس، وهي ضريرة أم وهي مبصرة تنتابها الهلاوس. كانت المحاضرة ستلقى بالإنجليزية، لهذا تطوع آرثر شيلبي بأن يترجم إلى الفرنسية ما سيقال، وأنا أجد راحة في سماع الإنجليزية والكلام بها تدنو من راحتي لسماع العربية، لكن للأسف تعتبر الإنجليزية من الخطايا في وحدة سفاري. الكل يتكلم الفرنسية، حتى الإنجليز والألمان والإيطاليين والفرنسيين أنفسهم،
أطفأ الأنوار استعدادا لعرض الشرائح الذي سيقدمه لنا ويلسون، وشعرت بذلك الشعور اللذيذ من الترقب كالذي كان ينتابني حين تطفأ الأنوار في سينما مترو في القاهرة. انتباه من فضلكم يا حضرات، تقدر تبدأ يا فندم. هنا سمعت شهقات من جواري، شهقات تتزايد تزداد سرعة تتلاحق، ثم وقفت برنادت صارخة: كفاية كفاية بقى. هنا تحولت قاعة المحاضرات إلى ما يشبه الترسو في سينما مترو كما كنت أقول لك، صياح وضوضاء وتساؤلات. أما أنا فكنت أعرف دون أسئلة، طبعا رأت وجه كذا يموت بسبب كذا. رفعت يدي كي أخرس هؤلاء الهمج. ما تقلقوش يا جماعة، هي بس أعصابها تعبانة شوية وبتخاف من الظلم. دكتور عبد العظيم، يا ريت تعالج الموضوع ده برا القاعة لو سمحت. وساعدت برنادت على مغادرة القاعة بينما الكل ينظر في فضول أو في دهشة. في مكتب بروفيسور بارتلي، وبعدما شربت الماء البارد أعادت رأسها إلى الوسادة الموضوعة على الأريكة وقالت: كان وش واحد تخين وقرع وعرقان من كتر الخوف ومش قادر يقوم، كأنه متخدر. أيوة، بس دي في حد ذاتها حاجة متخوفش؟ لا تخوف، لأن كان في سكينة معدية على رقبته وبتذبحه. طيب والحل إيه يا برنادت؟ أنا مش مسؤولة عن اللي بيحصل لي ده يا دكتور. بص يا برنادت، أنا في سن والدك وعارف أنك بتحترميني وبتقدريني زي ما أنا بحترمك وبقدرك بالظبط، وعشان كده ما فيهاش حاجة لو طلبت منك تعدي على دكتور جونستون بكرة الصبح. عندك حق، أنا كنت بفكر في كده برضو. قصدك عيادة الأمراض النفسية؟ إحنا ما وصلناش لكده لسه. بلاش الكلام ده يا علاء، أنت مش جاهل. عمر ما كان المرض النفسي معناه الجنون، الاكتئاب يعتبر مرض نفسي وكلنا مكتئبين بدرجات مختلفة. أوعدك يا بروفيسور هعدي عليه بكرة. شكرها على ذكائها ثم أشار لي من طرف خفي كي ألحق به. لحقت به وأغلقت الباب ورائي وكدت أصيح فعالا، لكنه أوقفني بإشارة حازمة من يده وهمس: علاء ما تصعبهاش أكتر من كده، البنت شكلها بتتجنن، واللي يقول غير كده يبقى كذاب وستين كذاب. تمت زيارتها لدكتور جونستون في سرية تامة. هذا طبيعي، لأنه حتى في وسط طبي مثل سفاري يمكن للمرء أن يثير علامات الاستفهام حول نفسه لو تعامل مع الطبيب النفسي. إن كل سفاري تتحدث اليوم عن نوبات برنادت، ولا ينقصها سوى أن يراها الجميع تدخل عيادة الطبيب النفسي. لحقت بها إلى هناك، لكن الطبيب الإنجليزي ابتسم في تهذيب وعيناه الزرقاوان لا تكفان عن اللعب في محجريهما، وأغلق الباب في وجهي معلنا دون كلام أن الفتاة بحاجة إلى الخصوصية. وقفت ساعة كاملة خارج الباب أنقل قدمي قلقا، حتى شعرت بما يحسه الأب الذي ينتظر طفله الأول خارج غرفة التوليد. أخيرا انفتح الباب ومن جديد هز الإنجليزي رأسه محييا، وخرجت برنادت في تردد وقد بدا عليها ذهول الأدغال الذي تحدث عنه الأمريكيون في فيتنام. سألتها ونحن عائدان: طمنيني، قالك إيه؟ ولا حاجة، قالين الوشوش دي ملهاش علاقة بماضية. وإيه الجديد يعني؟ ما أنا عمري ما شفت أي وش من الوشوش دي في حياتي قبل كده. وأكيد قالك إن ده بسبب الهلاوس. فعلا، ما هو مفيش غيرها. أنت رايح على فين؟ قسم العيون. العملية ملهاش علاقة باللي أنا بشوفه. هنشوف. سألني ليفيا عما أريد بلهجة عربية سرقها ككل شيء من عربي فلسطين. إيش بتريد هون؟ لم أرد، وتقدمت حتى وصلت إلى مكتب البروفيسور شافيز فقرعت الباب ودخلت وأشرت لها كي تجلس. سألني وهو يضع سماعة الهاتف: أهي طبيبتنا الحلوة، خير؟ طمنوني، يا رب ما يكونش في مشاكل. لا في مشاكل، من ساعة ما برنادت رجعت بعد العملية بقت بتشوف من وقت للتاني وشوش غريبة هي ما تعرفهاش، بتظهر فجأة قدامها وشوش مرعبة، أحيانا بيبقى كأنه مشهد لحد بيتقتل. وكل حاجة فعلا ابتدت تظهر بعد العملية،
وصعب ما يبقاش الموضوعين ليهم علاقة ببعض. الصدف ما بتحصلش إلا في دروس الإحصاء. بس القرنية يا ابني ملهاش القدرة أنها تخليك تشوف حاجات مش موجودة. دي عاملة زي إزاز الساعة كده. شكلك غلطت في العيادة. عيادة الأمراض النفسية هتلاقيها آخر الممر على الشمال. عدينا عليها الأول، ودكتور جونستون قال لنا إن عيادة العيون هتلاقوها في أول ممر على اليمين. ابتسم لهذا الرد، ثم بعد برهة تفكير دعاها إلى النهوض لتجلس على مقعد الفحص وراء عدسة المصباح الشقي، وجلس على الجانب الآخر وراح يفحص عينيها في اهتمام. بعد دقائق قال لي وهو ينهض: أنا مش شايف أي حاجة غريبة في القرنية، المزرعة ممتازة ومفيش أي مظاهر للرفض، وكمان مفيش أي أجسام أو دم في الجسم الزجاجي ورا العدسة، والمنطقي إنها ما تشوفش أي حاجة غريبة في مجال رؤيتها. يعني مفيش أي تفسير للي بيحصل ده؟ مفيش غير اللي قلته لك في الأول. ولم ترى برنادت الوجه التالي إلا بعد الظهر. كانت قد أعدت بعض شرائح نخاع العظام وأخذتها معها إلى المعمل لتسترشد برأي دكتورة هيلجا، لأن برنادت تملك اهتماما خاصا بأمراض دم الأطفال. تقول أنها راحت تضبط عدسة المجهر، وأخيرا بدأت ترى الخلايا السرطانية الخبيثة المميزة لسرطان الدم الليمفاوي الحاد. الخلايا مبهمة زائغة، ثم تتضح ببطء شديد وتزداد معالمها حدة. هنا رأت برنادت في مجال رؤيتها تحت العدسة ذلك الوجه المولول الباكي، وجه رجل يضع على رأسه قبعة رسمية ما، عامل مصعد أو موزع بريد أو المهم أنه يصرخ وأن حبلا سميكا يلتف حول عنقه. قررت ألا تصرخ، لسوف يتلاشى هذا المشهد سريعا. رفعت عينيها وتأملت المعمل حولها، وها لها أن أدركت أنها ترتجف كورقة، حتى أنها اعتصرت يدها اليمنى بيسراها كي توقف الرجفة. سألتها هيلجا وهي تنفث دخان لفافة التبغ وتدنو منها: إيه الخوف ده كله برنادت؟ أنت عرقتي؟ هي الخلايا شرسة للدرجة دي؟ لم تجد صوتا فهزت رأسها مرتين. هي الدنيا كده، كل الأطفال دول بيموتوا بسرطان الدم ده لو ما لقوش فرصة علشان يموتوا بالملاريا. وعادت تنظر إلى ما تحت المجهر داعية الله أن يكون قد رحل، لكنها وجدته ما زال ينتظر مواصلا رحلته البطيئة الكريهة من يمين مجال رؤيتها إلى يسارها. ولم تشعر متى ولا كيف جلست هيلجا جوارها وراحت تدرس المشهد باستعمال العدسة الجانبية للمجهر. لم ترى هيلجا شيئا بالطبع، وراحت تتفحص الورم على حين يخنق دخان سيجارتها أنفاس برنادت، ثم كان رأيها قاطعا: إيه ده يا برنادت؟ مفيش خلايا سرطانية، الظاهر إنه بيتهيألك. لا فيه، إزاي؟ أنا شفت، أنا متأكدة. بقولك مفيش ولا خلية واحدة، واضح كده إنك مرهقة جدا بعد اللي حصل في عينك. هي الدنيا كده يا بنتي، يعملوا كل حاجة علشان يجننونا، وأول ما نتجن يقولوا علينا مجانين ويبقوا عايزين يخلصوا مننا. نعم، هو عالم قاس يا فتاة. جلست على المكيت الوردي في حجرتها أبحث وسط مجموعة اسطوانتها عن شيء يصلح. يستحيل أن أعرف أبداً الفارق بين شتراوس وموتسارت أو بين رحمانينوف وبيتهوفن. كلهم منكوش الشعر يهز عصاه في جنون، وكلهم يكتب موسيقى لا يمكن متابعتها ولا بد من أن تنام في أثناء سماعها ما لم تكن مثقفاً، وهو ما لا ينطبق علي للأسف. لهذا اخترت اسطوانة جميلة الشكل لغلافها ألوان براقة، وضعتها على جهاز الفونوغراف الصغير، وبدأت الموسيقى السامة تفعم جو الحجرة طاردة الذباب والحشرة الصغيرة. كانت هي جالسة في طرف الحجرة وقد أسندت رأسها إلى الجدار، وحولها تناثرت الصحف والمجلات التي كانت تقرأها حين رأت الوجه الجديد، وجه فتاة حسناء ملطخا بالدماء. بص يا برنادت، كل حاجة هتبقى تمام، وبكرة هتفتكري اللي بيحصل ده وتضحكي عليه. فعلا، ده أنا بضحك من دلوقتي. في حاجة تانية كمان أخدت بالي منها،
إن الوشوش دي مش بتظهر لك إلا في إضاءة معينة، صح؟ أيوة صح، أنا لاحظت كده برضو، بيظهروا لما تكون في إضاءة هادية زي اللي موجودة في أوضتي وفي قاعة المحاضرات وعيادة الأطفال، وبتختفي في الشمس أو في الضلمة. ساد الصمت بعض الوقت، ثم سألتها: هي الاسطوانة دي لمين؟ لست، بتكرهه مش كده؟ أنا بكرههم كلهم. ثم إنها عدلت من جلستها، اتخذت وضع القرفصاء وراحت تقلب صفحات المجلات التي جاءت بها من كندا دون تركيز، مجرد طريقة للتشاغل عن المحادثة، بينما الأخ، هل كان اسمه ليست، يملأ الغرفة بالضجة السيمفونية. سألتها بشكل عابر: هي القراية بتريحك؟ أقصد مش بتظهر لك الوشوش دي وانت بتقري؟ لا. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا، لا مش ممكن. ايه؟ ايه اللي حصل؟ علاء، في ايه يا برنادت؟ انا شفت الوشوش دي. ثم رفعت المجلة مفتوحة في وجهي، ورأيت صفحة ملأة بصور صغيرة الحجم، بعضها ملون وبعضها أبيض وأسود، لحشد من القوم، رجال ونساء. شايف؟ شايف الصورة دي؟ ودي؟ هو ده الرجل التخين اللي أقراه، وده أول وش شفته، ودي صورة الست اللي كانت بتصرخ والكهرباء طالعة من عينيها، ودي البنت اللي ماتت مخنوقة، والوش ده أنا شفته في كندا قبل مركب الطيارة، ودي أيوة ها 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 ها، وده الراجل اللي السكينة كانت على رقبته وبتذبحه، ودي اللي ماتت بالكهرباء، وده الراجل اللي... طيب اهدي بالراحة، هاتي وريني المجلة دي. وبنظرة مدققة رأيت أن هناك 15 وجها، وقد تم نشر الصور في أزواج، بحيث تظهر الصورة الأولى الضحية في حياتها الباسمة، وتظهر الصورة الثانية وجه الجثة الذي يرمقنا في غباء مذعور، ربة بيت، موظف، سكرتيرة، بائع جوال إلى آخره. أما عنوان الملزمة فكان أخبار سفاح تورونتو، وكان هناك مقال عن سلسلة جرائمه، ومقال بعنوان هكذا ينتهون جميعا. طيب بالراحة، واحدة، انت اكيد سمعتي عن السفاح ده لما كنت هناك. ايوة سمعت، بس ما قريتش ولا مقال عنه ولا اهتميت ان اشوف صور الضحايا. ايوة، انا قصدي ان ما فتحتهاش من ساعة ما اشتريتها من المطار. طيب انت متأكدة؟ اكيد متأكدة. بالنسبة لي بدا الامر واضحا، هي رأت هذه الصور بشكل ما ثم نسيت الأمر، ثم تحركت الذكرى المريرة في عقلها الباطن، وفي وقت لم تتوقع فيه شيئاً كهذا، لكني لم أعلن عن رأيي. طيب فاهميني بالراحة، أنت بتشوفي الوشوش دول قبل ما يموتوا؟ لا، أنا بشوفهم هما بيموتوا، بشوفهم هما مرعوبين وبيطلعوا في الروح. إيه ده؟ ده واضح كمان إنهم ماتوا بنفس الطريقة اللي شفتهم بيها بالظبط. طيب ما هو بالعقل يا برنادت، انت عندك اي تفسير للكلام ده؟ ما عنديش، بس انا بحاول اشرح لك اللي انا شايفاه دلوقتي. طب اسمعي، انا هاخد المجلة دي، محتاج اقراها كويس، يمكن اقدر افهم اي حاجة. وطويت المجلة تحت ابطي واتجهت الى حجرتي. وفي المساء توجهت الى مكتب ارثر شيلبي، كان جالسا يقرأ مرجعا علميا، فلما رآني ابتسم متسائلا عن الريح التي ألقت بيها هنا. معلش يا دكتور شيلبي، أنا محتاج الإنترنت شوية على الكمبيوتر بتاعك، عايز أبعت استفسار لمركز العيون في مونتريال. مفيش مشكلة، بس أنت عندك الإيميل بتاعهم؟ ما هو ده اللي عايز أدور عليه، بس أنا معايا اسم المركز بالكامل. وهكذا بدأنا، استغرق البحث ربع ساعة، ثم وجدنا العنوان فأرسلت سؤالا بسيطا موجزا على أن أتلقى الرد سريعا. اهتمام علمي مريب. يا ريت يا دكتور، بس ما تنساش تبلغني ضروري أول ما يرد عليك. وعند ظهر اليوم التالي سمعت أن شيلبي يريدني، هرعت إلى مكتبه وسألته في لهفة: ها رده قالوا إيه؟ يا عزيزي، أنا ما بقراش رسائلك الخاصة حتى لو كان ده متاح، لأن ببساطة أسرارك ما تهمنيش. والله شكرا جدا، ده كرم منك بصراحة. وجلست أمام الشاشة أقرأ رد المركز. هذا هو ما توقعته تماما. مش عارف أشكرك إزاي يا دكتور شيلبي، مش هتتخيل مساعدتك دي كانت مفيدة لينا إزاي. برنادت، يا ملاكي،
لا تخافي ولا تفزعي ولا ترتجفي فرقا، إن كل ما أقوله غريب وينافي المنطق وما زلنا بحاجة إلى فهمه، لكني سأجعلك في الصورة. إن القرنية التي زرعوها لك تخص متوفيا. نعم نعم، لابد من أن يكون متوفيا حقا، لا جديد في هذا، لكنه متوف في ظروف مريبة. لقد اتصل مركز زراعة العيون ببنك العيون وتحقق من مصدر القرنية التي زرعوها لك. صاحبها رجل عديم الأهمية لم يتعرفه أحد قط. انتحر في تورنتو بطريقة غامضة جدا، بأن وقف على الطريق السريع أمام الشاحنات المندفعة كالبرق، وقد تحول جسده إلى همبرجر، لكن رأسه ظل سليما إلى حد ما، وأمكنهم استنقاذ قرنيتي. أنت تحملين هاتين القرنيتين إذن. والآن دعينا نتساءل عن سر انتحار هذا الرجل. دعينا نتساءل عن سر رؤيتك لهذه الوجوه الصارخة طيلة الوقت. دعينا نتساءل عن سفاح تورنتو الذي لم يعتقل قط. دعينا نتساءل عن مقال المجلة التي يتحدث عن انتحار السفاح الحتمي بعد رقم معين من القتلى. كل هذه التفاصيل تبدو مرتبطة، كلها تبدو ذات أهمية عظمى. إن كل هذا هراء، لكنه يفرض نفسه بقوة علينا الآن. ماذا إذا افترضنا جدلا أن القرنيتين اللتين تحملينهما الآن هما قرنيتا سفاح تورنتو؟ تذكرين القصص الكابوسية القديمة عن انطباع صور القتيل على عيني قاتله؟ هل تجدين تفسيرا آخر هاهنا؟ أعرف أنه هراء، أعرف أنه سخف. العين ليست فيلما خاما تنطبع عليه الصور، ولو حدث هذا لكانت الشبكية أولى بشيء كهذا. فالقرنية قطعة زجاج بريئة لا ذنب لها، لكن هل تجدين تفسيرا آخر؟ حقا يجب أن نعرف أكثر وأن نفهم، حقا يجب أن نجد تفسيرا أفضل. إن أشياء رهيبة ستحدث هاهنا، يمكنني أن أقسم على ذلك.